مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معنا. يوم جديد ومتابعه جديده مستمره لاهم الاخبار في الحياه اليوم في بدايه الاسبوع. النهارده الخبر الاهم بكل تاكيد هو التعديل الوزاري اللي تم وشمل 13 حقيبه وزاريه، وبسبب هذا التعديل كان في جلسه طارئه وعاجله عقدها مجلس النواب برئاسه معالي المستشار دكتور حنفي الجبالي بناء على دعوه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. المجلس من خلال الجلسه النهارده جدد الثقه في حكومه دكتور مصطفى مدبولي ووافق على إجراء تعديل وزاري بيشمل 13 حقيبة وزارية زي ما قلت لحضراتكم. التعديل الوزاري شمل الأسماء كده زي ما بقول هنقول لكم حالا دلوقتي وهيكون واضح قدام حضراتكم على الشاشة. تم تعيين أو اختيار دكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، دكتور هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، دكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة والسكان، دكتور أيمن عاشور تم اختياره كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي. كمان عندنا معالي السفيرة سهى الجندي كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وافق المجلس كمان على تعيين أحمد عيسى طه عيسى كوزيرا للسياحة والأثار. وزارة التجارة والصناعة كانت من نصيب أحمد سمير أو النائب أحمد سمير طبعا سابقا، لأنه زي ما بقول لحضراتكم تم أو وقع عليه الاختيار كرئيسا أو كوزيرا لل التجارة والصناعة. كمان عندنا الفريق سيادة الفريق محمد عباس حلمي هاشم تم اختياره كوزيرا للطيران المدني. وزير القوى العاملة الجديد هو حسن محمد حسن شحاتة. وزيرة الثقافة السيدة نيفين يوسف محمد الكيلاني. وزير التنمية المحلية هو سيادة اللواء هشام أمنة. وزير قطاع الأعمال العام السيد محمد مصطفى كمال أو محمود مصطفى كمال عصمت عفوا. وزير الانتاج الحربي السيد محمد صلاح الدين. عندنا 13 حقيبة وزارية تم التعديل النهاردة وتم الموافقة من قبل مجلس النواب. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كمان كتب على صفحته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقال دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. أضاف الرئيس وقال ان ده لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامه على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حمايه مصالح الدوله ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمه للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من اجله. واتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذي انهوا مهمتهم، واتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمه بديلا عنهم. واحنا بدورنا بكل تأكيد بنتمنى التوفيق للسادة الوزراء الجدد والحكومة طبعا بشكل عام، وكل التحية والتقدير للسادة الوزراء اللي غادروا مواقعهم وطبعا بالتأكيد أدوا وأنجزوا في ملفاتهم. لكن زي ما الرئيس بيقول وزي ما دايما المواطن المصري بنطمح للمزيد في ظرف بالتأكيد صعب، مش بس في بلدنا لكن على مستوى العالم ككل. التحدي الاقتصادي الواضح قدام عينينا، وطبعا كان عشان كده في تعديلات متعلقة بوزارة التجارة والصناعة على سبيل المثال. وطبعا احنا عارفين ان الدولة المصرية شغالة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ننهض بهذا القطاع ونوصل لرقم 100 مليار دولار كصادرات وتعميق المكون المحلي في الشغل اللي بيتم، وبتم الاستعانة بيه كمان في المشروعات القومية. الحقيبة كمان الوزارية اللي هي وزارة السياحة والآثار، وطبعا ده مصدر مهم من مصادر الدخل القومي في ضوء طبعا تراجع العملة الصعبة مع الظرف العالمي. ده غير طبعا وزارة التربية والتعليم، وهنا عنصر بقى بناء الإنسان التربية والتعليم والثقافة، وكمان عندنا التعليم العالي. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتمنى المزيد في ظرف صعب، وانه يبقى فيه استكمال للإنجاز اللي تم ويشعر به المواطن المصري يكون في صالح الدولة المصرية بشكل عام.